بعد وصول المفتش الفني أبكر عبد الرحمن حجار في ساحة الاستقبال، وتفقد الوحدات العسكرية وسط حضور عدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين والشيوخ التقليديين بالمنطقة. شهدت ساحة الاستقبال حفل التسليم والتسلم بين قائد المنطقة رقم 21 السابق عبد الحميد هارون والجديد إدريس عيسى قنعي، الذي عين بمرسوم رقم 2002 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر الجاري. بحضور المفتش الفني أبكر عبد الرحمن حجار، من جانبه القائد السابق عبد الحميد هارون ذكر كل الإنجازات التي قام بها تجاه أمن المنطقة، وطلب من رجال الأمن الوقوف مع القائد الجديد من أجل أداء مهمته التي كلف بها تجاه أمن المواطنين وممتلكاتهم. المفتش الفني أبكر عبد الرحمن حجار شكر الجهود التي قام بها القائد السابق عبد الحميد هارون في خلال تلك الفترة. رجل طبعا خدم، ما كنت تعرف كم عند شرف، كم خدم، كم ظالم، كم هوان، كله انت تعرف. وبيقول هنا الكولابراتير هنا القايدين هنا ده بس سمينا منا زين شان ده بس ما قالوا بلا خدمة انتو خدمة تر خيرا وبيقول سمنا الجندرميري بشكرا. بالنسبة للداخل الرجال اللي يخدموا ماكدا اليوم كم قالوا لك فلان ناجدة إلا برجال رجال الوراق ده وكربوا ماجي رجال مالي ديم هم اللي يتخدم. أما القائد الجديد للمنطقة رقم 21 إدريس عيسى قنعي قدم الشكر والإرفان لرئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو ووزير الأمن على الثقة التي أولوه إياها وتعيينه قائدا للمنطقة رقم 21، وطلب من رجال الأمن الوقوف معه من أجل أداء مهمته التي كلف بها تجاه أمن المواطنين وممتلكاتهم.